بالنسبه لانتاج الكرموس في المنطقه ديالنا بطبيعه الحال الكرموس الشجره كتطلب تقنيات باش تكون واقفه وتعطي انتاج مهم من البدايه ديالها. اولا كيكون في البدايه اولا اختيار الشتله، الشتله ضروري خصها يكون انسان يختار الشتله الملائمه للمنطقه، وثانيا في الغراسه خص الحفره تكون واسعه وتكون مهيئه ومشمشه مزيان باش من توجد الشتله كتلقى الوسط ديالها المناخ اللي تنمو فيه نيشان. بطبيعه الحال خصها سميده العمق وفيها ادويه وفيها سقي، داك السقي خصنا بنادم خصو تما اللي هو المهم في الاخر. ربما حقيقه كيقولوا كتصبر العطش فعلا، ولكن بعض المرات ضروري خصها الماء. اي حاجه بلا ماء راه ما منها والو. المنتوج ديالنا ديال اغبال هو كتشوفوا كما قدامكم، هو المنتوج نتاع هاد السنه، وهاد السنه مع الاسف المنتوج شويه ضعيف بالنسبه للسنه الماضيه نظرا للجفاف، ولله الحمد واخا كان الثمن شويه طالع شويه هذا الشيء كيرجع للغلاء المواد الانتاج كالاسمده وكاليد العامله الماء السقي. طبيعة الحال كل شيء كيتزاد كيمشي اون باراليل، يمشي مع المنتوج. الحمد لله انت تشوف هذا منتوج محلي 100%، وهذه المرحله هذه قليل فين تلقى هذا المنتوج بهذه الجوده. ان دابا اللي كاين دابا الاغلبيه حرقته الشمس، وكان هذا ديال الله الحمد لله ما عندنا ما نديرو. ونتمنى ان شاء الله حنايا كجمعيه جمعيه اغبال كتطمح ان شاء الله باش واحد الوحده لتثمين هذا المنتوج، وحده باش نجفوه، ربما علاش لا نديروا تصدير كاع علاش لا، حنا نطمحوا انا ما نقطعوش الامل من الله. وعندنا هاد الكرموس كتشوفوا كتسمى عندنا الشتويه، انت تشوف الحمد لله الشتويه، هاد الشتويه كتنتج جوج مرات في السنه، كتعطي الباكور وتعطي هاد الشتوي، لان الباكور كتشوفوا كيبقى له ما يبقاش بزاف، واحد 15 20 يوم كيسالي، وكتجي موراه الانتاج الباكور اللي كنشوفوه دابا. الانتاج ان شاء الله حنا كنطمحوا نمشيو بعيد، وكنا استفدنا بواحد المشروع نتاع غير 100 هكتار تاع مع وزاره الفلاحه. نسبة النجاح ديال هاد 100 هكتار وصلت 85%، وكل شيء العوامل الاخرى اللي فشلت هاد النتيجه هو الماء، المشكل تاع الماء. من كان الجفاف بطبيعه الحال كيكون هاد الانخفاض في هاد الانتاج وهاد النتائج. راه عندنا درنا واحد الدراسات مع الناس ديال الاساتذه الباحثين ديال جامعه محمد الاول بوجده، كيعطيونا المكونات نتاع كل 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 نوع، وراه ان شاء الله بيانتو قريب غادي يخرج لنا الوجود وغادي نعلنوه للجميع شحال فيها ديال المكونات ديال كل وحده. ودرنا داروا دراسه على الاوراق ديالها والمكونات ديالها باش يفهم الفرق ما بين الشتوي وبين الغداني والمنتوج المحلي. وحنا ان شاء الله نفكروا باش يكون هذا المنتوج اغبال يكون عنده اللابيل اغبال ان شاء الله. حنا غادي في الطريق ان شاء الله مع الاخوان المسؤولين وداك الشيء ويكون الخير ان شاء الله. الصعوبات اللي عندنا هو في في في, في موسم الجني ما تلقاش للعامله كاليفيه اللي كتخلي لنا هذا كيطلب واحد العامله مهمه، وكيتجنى بكري، وخصنا الوقيته ديالو خص يتجنى يتسهلك. هذا غالبا كيستهلك طري ما كيتبش، الوغ باش يتبس خصك من تجنيه بواحد اللبقه وتحتفظ به باش ما تجرحش وما دي باش يكون موجه حتى للمستهلك. هذوما العوائق. بطبيعه الحال عندنا مخاوف باش يوقع التين الشوكي، وحنا بصدد حنا الناس ديال الميدان لاحظنا واحد الدوده، واحد يعني كتدخل وسط العود وكتقتل الشجره، سيما الشجره الكبيره. وراه عندنا واحد النقص في هذا المنتوج هذا. ودرنا مراسلات للونسا فيما يخص حمايه النباتات، والسيد المدير الجهوي تاع الفلاحه، وراه معلم على هذه الامور، وحنا خدامين درنا شويه علاجات، ونتمنى ان شاء الله نوقفوا هذا المرض ما يديرناش المشكل تاع الصبار. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.